احمد ابو بكر جاد الحق. حضرتك تابعت اعلان عن منظومه التعليم الجديده امبارح في المؤتمر الشباب السادس بجامعه القاهره؟ تابعت اللي هو المؤتمر نفسه احسن عقده اللي هو الوزير دكتور شوقي اللي هو يعتبر تحدث فيه عن منظومه التعليم كلها بالكامل من ناحيه المناهج من ناحيه اللي هو النظام التابلت من ناحيه النظام اللي احنا بنسميه التعليم للحياه. دي تعتبر اللي هي من اهم وافضل الاشياء اللي هي تعتبر فعلا لو طبقنا بشكل كويس جدا وبشكل سليم جدا تعتبر هتحقق طفره وطفره رهيبه جدا في التعليم. يمكن على سبيل المثال في الجزء التربوي بالتحديد في المراحل الابتدائيه يمكن احنا شفنا على سبيل المثال وشفت مؤتمر اساسا كنت حضرته اساسا عن التجربه الفنلنديه كانوا بيتكلموا عن المرحله الابتدائيه اساسا تعتبر التعليم بتاعها يعتبر فيه اللي احنا بنسميه التعلم للمتعه. ازاي ان الطفل نفسه اساسا رايح للمدرسه وهو فعلا مستمتع بالتعليم. ده اللي احنا عايزين نوصله. طيب في هل حضرتك شايف انه التجربه دي فيها مخاطر او مخاوف وتقول ايه لاولياء الامور اللي هم متخوفين من تطبيق التجربه؟ انت عارف دايما احنا كشعب مصري عندنا فوبيا للتغيير شويه، فتقول ايه للناس المتخوفه من التغيير؟ لا، هو التغيير لابد منه، يعني على سبيل المثال ان بالنسبه لاي تغيير لابد ان يكون في مخاطر، لابد ان احنا نكون عارفين ان يكون في مخاطر معينه اساسا وفي قفزات معينه لابد ان احنا نمشيها. القفزات دي بالكامل هنقول ان احنا لابد ان احنا نعديها غصبا عننا. ثانيا اللي هو من ناحيه اللي هو اجراءات معينه لازم انها تتخذ من ناحيه اللي هو تطبيق اجراءات سليمه من ناحيه اللي هو وزاره التربيه والتعليم، من ناحيه المعلم نفسه اللي هو الاساس للتعليم نفسه، من ناحيه اللي هو قدره المعلم على استقطاب المتعلمين كلهم بالكامل داخل النظام الحديث، من ناحيه قدرته على استخدام اللي هو التقنيات والاستراتيجيات الجديده، من ناحيه اللي هو طرق التدريس لابد ان احنا نستخدم فيها طرق تدريس حديثه جدا، من ناحيه اللي هو المهام اللي هيقوم بيها المعلم نفسه داخل الفصل اللي هو من ناحية. يعني حضرتك متفائل بالتجربه وشايف ان هي هتنجح ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله، بس اهم حاجه ان تكون في اجراءات سليمه وتكون في اللي هو اجراءات مقننه من ناحيه اللي هو وزاره التربيه والتعليم، من ناحيه المعلم، من ناحيه المتعلم. فدي تعتبر اهم الاشياء اللي هي ممكن انها تؤدي لنجاح العمليه بتاعتنا. شكرا.